الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي الأزدي، أبو عبد الرحمن، من أئمة اللغة والأدب وواضع علم العروض. ولد في البصرة عام 100 للهجرة، ودرس لدى عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي، وهو أيضا أستاذ سبويه النحوي. عاش فقيرا صابرا، كان شعث الرأس شاحب اللون، مغمورا في الناس لا يعرف. قال النضر بن شميل: ما رأى الراؤون مثل الخليل، ولا رأى الخليل مثل نفسه. تلقى العلم على يديه العديد من العلماء الذين أصبح لهم شأن عظيم في اللغة، منهم سبويه والأصمعي والكسائي والنضر بن شميل وغيرهم. على الرغم من هذا العلم الغزير وتلك العقلية الخلاقة المبتكرة المتجاوزة حدود الزمان والمكان، ظل الفراهيدي زاهدا ورعا واسع العلم، فلا يوجد عالم لغوي اتفق المؤرخون على نبل أخلاقه كما اتفقوا على الخليل، فصار حقا ابن الأمة العربية التي أثر فيها فكرا وسلوكا وخلقا. فرغم غزارة علمه، قد تميز الفراهيدي على سابقيه ولاحقيه، وتفرد به بين أترابه ومعاصريه. خطرت بباله فكرة وضع علم العروض عندما كان يسير بسوق الصفارين ويسمع أصوات دقدقة مطارقهم على نغم مميز، فخطرت له فكرة العروض التي يعتمد عليها الشعر العربي. فكان يذهب إلى بيته ويتدلى إلى البئر ويبدأ بإصدار الأصوات بنغمات مختلفة ليستطيع تحديد النغم المناسب لكل قصيدة. عكف على قراءة أشعار العرب ودرس الإيقاع والنظم، ثم قام بترتيب هذه الأشعار حسب أنغامها، وجمع كل مجموعة متشابهة ووضعها معا، فتمكن من ضبط أوزان 15 بحرا يقوم عليها النظم حتى الآن، فأصبح مؤسس علم العروض. ويعد الخليل بن أحمد شيخ علماء المدرسة البصرية، كما قام بتغيير رسم الحركات، إذ كانت التشكيلات على هيئة نقاط بلون مختلف عن لون الكتابة. من مؤلفاته كتاب معجم العين، وهو أول معجم في اللغة العربية، كتاب النغم، كتاب العروض، كتاب الشواهد، كتاب النقط والشكل، كتاب معاني الحروف. توفي الخليل بن أحمد الفراهيدي في البصرة سنة 174 للهجرة.